المواطنين. الجلال والجمال والسناء والبهاء في نضال في نضال، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. الأمان سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. على بعض يعني ما كناش نسأل على انه هو مسلم وانا مسيحي، كنا يعني عادي
اجي عليهم شرط زين قهوه مره كوبايه شاي نتحدث مع بعض، بعدين تعرفنا على بعض وصارت العلاقه تتطور اكثر باكثر. اصبح هو يعني كيف يزورني بشكل مستمر، وفي يوم من الايام هيك واحنا قاعدين حب انه شافني قاعد هيك وصلنا على اذان المغرب، فقال ايش رايك نقوم نروح اخذك على الجامع نصلي في الجامع. طبعا انا انبسطت يعني انه كمال حب انه يعني يقف معايا وياخذنا على الجامع، نطلع نتفسح مثلا في الجندي في شوارع غزه، بصدف انه بيقدم الاذان بياخذني على الجامع وبنتظر لحد ما اصلي، وبعد كده بنطلع بنكمل مشوارنا، نشرب فنجان قهوه مع بعض، نشرب ناكل بوزه ساندويش، واستمرت العلاقه على هذا الحال. طبعا كمال صديقي يعني صار له حوالي 15 سنة، والصداقة كل مالها يعني بتزيد العلاقة حميمية أكثر. المجتمع يعني هي المجتمع المسيحي عندنا هو شريك بالدم الوطن مع المسلمين، يعني جميعنا نضل من أجل الأقصى الشريف قبل الكنيسة، يعني إحنا طول عمرنا منخرطين وعايشين مع إخوتنا المسلمين، ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم إطلاقا، يعني طول عمرنا على مئات السنين آلاف السنين احنا ما فيش فرق، عايشين اخوة هنا في غزة. وبعتقد انا هي علاقتي مع كمال يعني خير نموذج، انا مش شايف انه في اي مشكلة انه اثنين يلتقيوا مع بعض، اثنين من البشر، ايش بيفرق يعني لما يكون هو مسيحي او انا مسلم او بنتمي لاي ديانة ثانية، يعني هو ايش بده يعيق الدين؟ ما فيش الدين عمره ما كان عارف. قلنا كلمة واحدة، وليش الخلافات؟ اللي بيسمعنا أكثر من اللي بيفرقنا. ديننا واحد، دستورنا واحد، شعبنا واحد، ماضينا واحد، مستقبلنا واحد. مهما نختلف لازم نكون كلنا واحد، مصيرنا واحد، هدفنا واحد، عشان مستقبلنا، عشان أمننا واستقرارنا لازم نكون واحد، صف واحد، شعبنا واحد. المتهافتون المتخاذلون ويا حكام العرب الساعين إلى التطبيع مع إسرائيل، اسمعوا، نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس، وتسلمنا منهم العهدة العمرية، نحن ثبتنا أمناء على العهد وسنبقى كذلك، أما أنتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح؟ ولمن سلمتموها؟ نحن إلى أيدي أمير المؤمنين الطاهرة سلمناها، وأنتم تسلمونها اليوم إلى أيدي الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين. أنتم لا تستحقون فلسطين ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج، لأنكم بالتطبيع طمستم وأهملتم آية الإسراء الكريمة كأنها لم تعد جزءا من عقيدتكم الإسلامية، ولكنها كذلك. هذه خيانة إيمانية ووطنية وإنسانية. هل تريدون أن تحموا إسرائيل؟ احموا، امنحوها صكوك غفرانكم
وثبتوا وجودها بالتطبيع والسلام. لكننا نعدكم، نحن الفلسطينيين نعدكم أن إسرائيل سترحل عن أرضنا مهيضة الجناح، ذليلة بسواعد المقاومين الشرفاء. سترحل سترحل سترحل. أليس المسلم من سلم الناس من يده ولسانه؟ نحن أهلكم الفلسطينيين ما سلمنا، لا من يدكم التي توقع على التطبيع وتصافح نتنياهو وليبرمان، ولا من عيونكم التي تبكي على بيرس ورابين، ولا من لسانكم الذي ينعت المقاومين بالميليشيات والإرهابيين، ولا من أخلاقكم لأنكم لا تخجلون أن ترقصوا مع الخخامات وتشربوا نخب القدس عاصمة الكيان الصهيوني كأنكم تعترفون بها عاصمة لإسرائيل قبل ترامب وتوقعون قبله على صفقة القرن التي تشطب من التاريخ قضيتنا الفلسطينية، وتتجاهلون حق العودة وآلام المهجرين والمشتتين والمحاصرين. أتطربون على أنغام النشيد الإسرائيلي حتكفى؟ اضربوا. إن الزمن بطيء على من ينتظر، الزمن بطيء على من ينتظر، وطويل على الباكين، لكنه قصير جدا على من يفرحون. نحن انتظرنا، وبالتطبيع اليوم تؤجلون أنتم عودتنا وتحريرنا، وبكينا وأطلتم حزننا ودموعنا. أما فرح عدونا الصهيوني ومن يطبعون ويتعاونون معه فسيكون قصيرا جدا بإذن الله. كل فلسطين لنا، من بحرها إلى نهرها، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، وليس للغازي ذرة تراب واحدة متنازعا عليها معنا. لبيك يا قدس، لبيك يا أقصى المبارك، لبيك يا مهد المسيح ويا كنيسة القيامة، لبيك يا حيفا ويافا وغزة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والسلام عليكم. لكن لو هدوا الكنائس المسيح بالمسجد بيصلي، لو حرقوا كل المساجد المسلم بكنيسة بيصلي. لكن لو هدوا الكنائس المسيح بالمسجد بيصلي، وحرقوا كل المساجد المسلم بكنيسة بيصلي. الله أكبر الله أكبر. كل شعب بوطنه بيعيش، وإحنا الوطن عايش فينا، ونخلقنا وراء أرض جدودنا وأهالينا. Thank you.